الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه من الحاضرين والمسلمين امين، وانفعنا بعلومه وعلوم الصالحين امين. قال الامام الصنعاني رحمه الله تعالى عليه، قال في كتابه تطهير الاعتقاد على اضرار الجنة، قال: والاسماء لا اثر لها ولا تغير المعاني ضروره لغويه وعقليه وشرعيه. فان من شرب الخمره سماها ماء ما شرب الا خمره، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه لتدليسه والكذب في التسميه. قال: وقد ثبت في الاحاديث ان مات قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وصدق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذة. ومشروبات روحية أيضا. قال: وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله. فإنه قال للبشر آدم، لآدم عليه السلام، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال: فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها عليه الصلاة والسلام شجرة الخلد، جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربانها، وتدليس عليه بالاسم الذي اخترعه لها. قال: كما يسمي إخوانه يقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة، وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدنى، فيقولون: أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة. قال: بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب. قال: كما يحرفونهم في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة. قال: وفي بعضها إلى اسم السياقة. قال: وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. قال: وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة. جزاكم الله خير. أقول إخوتي الكرام، خلاص نعم. ماشي، قف عند نقطة تقف. نعم. قال: وكل ذلك مأخوذ عن إبليس عليه لعن الله. قال: حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد. وقائدهم في كل شيء يلعبون به. عامة قلنا بأنه من ذهب إلى الميت وذبح عنده ونظر له وطلب منه قضاء الحاجات وسد الخلات فقد خرج من ملة الإسلام. ويفعلون ذلك ويكون عليه عباد الأصنام. فهم يطلبون من معبوداتهم ما لا يطلب إلا من الله جل في علاه، فقد أنزلوهم منزلة الله جل في علاه. قول رحمه الله تعالى لما ورد في حديث في مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان بن حنيف أو حنيف، هو نرجع ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: دعو. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه لك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي فهادي فتغضى لي، اللهم فشفعه فيه. قال: ففعل الرجل فبرئ. هذا حديث أخرجه أحمد الطبراني وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. وهذا حديث ليس فيه أي دلالة على التوسل بالذات ولا بالجاه، بل هو توسل بالدعاء، لأنه قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. يعني هو الآن الشفاعة هنا في هذا الباب المطلوبة أو التوسل المطلوب به هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال حياته، وهذا توسل مشروع. أما التوسل به مماتا بعد مماته هذا باطل، هذا بدعة مميتة. والأعمى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يعافيني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. وأصر أصر أصر النبي صلى الله عليه وسلم أصر على. والضرير أيضا كل هذه دلائل على أن المسألة توسل بالدعاء في دعاء اللهم شفعه فيا، يعني ينفي التوسل بالذات إذا الشفاعة هي الدعاء، والمعنى اللهم أقبل شفاعته فيا أقبل دعائه. وقد ورد بعض الروايات: اللهم شفعه فيا وشفعني فيه، يعني أقبل الدعاء، أنا بدعوك لتقبل دعائه فيا، والمعنى أقبل سؤالي لك في أن يشفع فيا نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على كل ما تقدم أن قول الأعمى: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يعني أتوسل إليك وأتوجه إليك بدعاء نبيك. والحديث ليس فيه أي دلالة على التوسل بذوات المخلوقين ولا التوسل بالجاه بحال من الأحوال، فكيف يحتاجون به؟ فمن ذلك استدل على التوسل بالذوات بحديث أنس في صحيح أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس، وهذا لم يستسقي بذات العباس بل بدعاء. ولذلك قال عباس: قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا.
إنا نتوسل بعلم نبينا فاسقنا. قوم يا عباس فدعو. قالوا إنا كنا نتوسل بنبينا فتسقنا. ونتوسل بالعباسي فاسقنا، فقال قوم ونتوسل إليك بعلم نبينا. وهذه فيها دلالة على أن التوسل هنا في هذا الباب هو التوسل بالدعاء. وإلا كان الأولى بدل ما يتوسلوا بدعاء العباس يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. التوسل هذا ممنوع، التوسل المشروع هو أن يتوسل بمن هذا حاله كالطالبة أو التلميذ، يتوسل بدعائها، وهي تجر الناس إلى أن يتوسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير منهم يخلط ويقول أنه توسل الصحابة بجاه العباس. أين هو؟ أين التوسل بجاه العباس؟ الحقيقة أنه ما توسل إلا بدعاء العباس، ما توسل بجاه بحال من الأحوال. ولذلك هو قال اللهم إنهم توسلوا به، قال ولست بخيرهم، وما فعلوا ذلك إلا لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنهم ما نزل لذنب ورفع إلا بتوبة، اللهم اسقنا، ومن استغفر واتوب إليك فاسقنا فيسقون. هذا التوسل المشروع. التوسل بالدعاء هو التوسل المشروع، التوسل بالذات أو بالبل أو التوسل بالجهة هذا أمر أجنبي. والذين حملوه على التوسل بالجاه حملوه على غير محمل. ومما يبطل حمل أثر عمر هذا على التوسل بالجاه ما ذكر الحافظ ابن حجر من صفة دعاء العباس، حيث أن الزبير قال أخرج بكتاب الأنساب له أن العباس لما استسقى عمر قال اللهم إني إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بالتوبة، قد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهدى أيدينا إليك بالذنوب ونوصينا إليك بالتوبة فاسقنا فسقاهم الله جل وعلا. وأخرج إسماعيلي في مستخرجه على الصحيح هذا الحديث بلفظ كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا فيستسقي لهم فيسقون. فلما كان في مرة عمر استسقى بالعباس يعني بدعاء العباس. ومن مسألة التوسل بذات المخلوقين أو بجاه أن يقول قائل اللهم اغفر لي وارحمني وفين جانتا بجاه نبيك. فالذي يتوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرك أصغر لا يخشى من ملك قوله اللهم بجاه العباس، اللهم بجاه عبد القادر، اللهم بجاه فاطمة عندك، فإن هذا توسل بدعي وهو شرك، لكنه شرك أصغر وسيلة الشرك الأكبر، لأنه ما دام يتوسل به سيعتقد فيه بعد ذلك فيقع في الشرك الأكبر. أما دعاء المخلوق كما يدعو الله تعالى فيقول يا رسول الله فرج كربي أو اغض ديني أو اشف مريضي، هذا كفر مستقل، هذا يخرج من الملة لأنه صرف العبادة لغير الله جل وعلا. والقاعدة الكبرى كل عبادة ثابتة بالشرع أنها عبادة، صرفه ولا توحيد صرفه لغير الله شرك. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلو الكبير. وقال تعالى ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وأيضا في قوله تعالى أن المسائل لله فلا تدعوا مع الله أحد، فهذا حكم من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه شرك، والتوسل بذلك شرك. وأما التوسل بدعاء الصالحين فهذا جائز، والتوسل بدعاء الأموات هذا بدعة يصل بالإنسان إلى الشرك. وقد ثبت في الحديث كما قال أن يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغدا، هذا اسمه التحايل على الله جل وعلا، التحايل على الحرام، وهذا أسوأ من منافع الحرام. هذا فعل اليهود، قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فذابوا وجملوه ثم أكلوا ثمنها. فطاف من الفسق يشربون الخمر يسمونها نبيزا، وأول من سمى فيها ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السمعين إبليس. قال تعالى يا آدم هل أدلوك على الشجرة الخلد وممكن لا يبكي. فالتحايل تحايل اليهود لا يجوز، ولأن هذا عند الله أعظم وزرا. ولذلك قال يأتي زمان أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يأخذون الرشوة يسمونها إكراما، يشربون الخمر يسمونها مشروبات روحية، يكذبون يقولون هذا فهلوة. وكذلك القبور يسمونها مشاهد ويذهبون يتمسحون بها ويعتقدون في المقبورين، وكل هذه اعتقادات كفرية شركية. نسأل الله أن يعلمنا فعلا فعلا ما علمنا، اللهم أمين معنا. نقف عند هذا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.